السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد منتصف الليل ليلة التاسع من شهر الله المحرم، ما زالت الأمطار مستمرة وتشاهدون البرق وتسمعون الرعد، ولله الفضل ولله. بسم الله لا إله إلا الله، بسم الله بسم الله لا إله إلا الله، اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم. أقول أن يوم الغد هو يوم التاسع، يوم التاسوعاء، التاسع غدا، وبعد غد الاثنين هو يوم عاشوراء، ويوم الثلاثاء إن شاء الله هو يوم الحادي عشر. فصيام عاشوراء إما صيام يوما قبله أو يوما بعده، أو صيام الثلاثة أيام التي هي التاسع والعاشر والحادي عشر، وهي أفضل من حيث إن شاء الله يعني متابعة السنة، ومن حيث الأجر، ومن حيث أيضا اختلاف الأهلة، من حيث اختلاف الأهلة ومطالعها. فالإنسان يحرص على هذه الأيام الفضيلة. بسم الله بسم الله ما شاء الله. يوم عاشوراء يكفر الله به سنة ماضية، فهذا فضل من الله عز وجل أن نغتنم مثل هذه الأيام وهذه المناسبات. جو جميل، أمطار ما شاء الله، بدأت تساقط الأمطار الآن في هذه الليلة الفضيلة. أحببت أن أشارككم أيضا وأذكركم بصيام يوم الغد وبعد الغد وأيضا يوم الثلاثاء القادم لمن استطاع، فمن لم يستطع فعليه أن يصوم غدا وبعد الغد، من لم يستطع غدا وبعد الغد فليصوم بعد الغد اللي هو الاثنين والثلاثاء، من لم يستطع نهائيا أن يصوم ثلاث أيام فعليه على الأقل أن يصوم يوم عاشوراء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة فوجد أن اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم فقالوا لماذا فقال لهم لماذا تصومون هذا اليوم، فقالوا هذا اليوم استغفر الله، يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، بروق كثيفة. فسألهم عن صيام هذا اليوم فقالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى، قال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله، قال صلى الله عليه وسلم هذا يوم، وقال موسى نحن أولى بموسى منكم، فأمر بصيامه، استغفر الله استغفر الله يا رب سترك يا الله، وأمر بأن يصام يوم قبله أو يوما بعده. على كل حال أنا سوف أدخل البيت بسبب الصواعق والبروق، أستودعكم الله. أحببت أن أذكركم بهذه المناسبة على عجالة، وسامحونا في التصوير والإلقاء لأنني يعني بسبب البروق والصواعق على عجل. اللهم اجعلها صيبا نافعة وأمطار خير وبركة ومتكررة. بسم الله ما شاء الله، بسم الله، استغفر الله استغفر الله. أستودعكم الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا الله يا الله رحمتك. السلام عليكم.